بسم الله الرحمن الرحيم. معنا يا ولادي الدرس الرابع والخامس، تطبيقات على الضرب والقسمة بالإضافة إلى استراتيجيات الضرب والقسمة. تعال نبدأ بمسألة لفظية. تريد مريم توزيع 8 تفاحات على طبق بالتساوي. أول ما ألاقي توزيع يبقى مسألة قسمة، أول ما ألاقي بالتساوي تبقى قسمة. فما عدد التفاحات في كل طبق؟ نشطب كلمة فما ونكتب العنوان عدد التفاحات في كل طبق واقسم الثمانية على الاثنين. طب اجيب الاجابة منين؟ من جدول الضرب. اسأل نفسي اتنين في كام؟ بتمانية. اتنين في اربعة؟ بتمانية. يبقى الاجابة اربع تفاحات. طب يا مستر انت قسمت الثمانية على الاثنين عشانهم طبقين والاجابة اربعة، هي دي لها اسامي؟ ايوه، الأولاني في الاسم اسمه المقسوم. طب واللي بعد علامة على؟ المقسوم عليه. طب وكمين الإجابة دي موجودة بره؟ خارج الاسم، خارج الاسم. تعال نطبق ده على بعض المسائل الحسابية. الراجل بيقول لي 2 في 6 ب 12، قلت له ما أنا عارف. قال لي يبقى كام في 2 ب 12؟ قلت له جيب العدد اللي ناقص يبقى هنا 6. قال لي طب لو قلبتها القسمة 12 على الكام فيها الاتنين؟ أقول له 6. طب 12 على الاتنين فيها الكام؟ 6. يبقى إزاي نقلب الضرب القسمة والقسمة لضرب؟ صفحة 22 في سلاح التلميذ. نيجي للنقطة التانية. 5 في 9 ب 45. طب 9 في كام؟ أقول له 9 في 5. طب اقلبها قسمة يبقى 45 مرة على 9 فيها الـ5. 45 على الـ5 فـ9، بيبدلوا مع بعض. 8 في 7 ب 56. طب لو حبيت أشقلب مين اللي ناقص؟ الـ7. طب اقلبها قسمة، 56 على الكام فيها الـ8؟ على الـ7. طب 56 على الـ8 فيها الـ7، ليه؟ عشان 7 في 8 ب 56. دي اسمها إيه في الرياضيات؟ حقائق الضرب يا ولاد. 4 في 10 ب 40. طب 10 في كام ب 40؟ في 4. طب اقلبها قسم 40 على الكام؟ على 10. طيب عايز واحدة كمان، يبقى 40 على 4 فعلى 10، بيبدلوا مع بعض. اقسم على 10 يطلع 4، اقسم على 4 يطلع 10 يا ماسة. تمام؟ تمام. فكرة كمان باستخدام العلاقة بين الضرب والقسمة. 7 في 3 ب 21. طب اقلبها لي قسمة يبقى ناخد الناتج اللي طلع وابدأ بيه. المعلم في الضرب الإجابة، المعلم في القسمة البداية. 21 على 7 في 3. 6 في كام ب 24؟ 6 في 4. طب اقلبها لي قسمة أبدأ بده. 24 على 6 في 4. 2 في كام ب 16؟ 2 في 8. طب اقلبها قسمة يبقى 16 على الـ2 تبقى الإجابة 8. كم في 8 ب 48؟ 6 في 8 ب 48. طب 48 على 8 فيها الـ6. كم في 3 ب 15؟ 5. طب 15 على 3 فيها الـ5. كم في 5 ب 25؟ مشهورة، 5 في 5 ب 25. طب 25 على 5 فيها الـ5. وسؤال كمان، يلا استخدم العلاقة بين الضرب والقسمة. 12 على الـ2 فيها الـ6. طب ده ليه؟ عشان 2 في 6 ب 12. 14 على الكام فيها الـ2؟ 7. طب ده ليه؟ 2 في 7 ب 14. 24 على الـ8 فيها الـ3. طب ده ليه؟ 3 في 8 ب 24. 20 على 10 فيها الـ2، عشان 10 في كام ب 20؟ في 2.